مرحبا وكيف الحال؟ واليوم نتيجة لتفاعلكم الرهيب وإعجابكم الشديد والنجاح المبهر للحلقة الماضية رح نحكي في موضوع له علاقة في المناعة، ونتيجتها رح أعطيكم هدية. هاي الهدية هي ساعة رح تنقلنا مع بعض كلنا عبر الزمان ل5000 سنة لورا، في ذلك الزمان اللي كان بنتشر فيه السحرة والمشعوذين والعطارين في كل مكان. كان في هداك الوقت الرشح بقتل الإنسان، لكن الإشي المشترك بين هداك الوقت والآن هو هذه العشبة، هذه البهار الهندية الموجودة في كل بيت، ما بتعرف وبتعرفه كل بنت وصبية وكل ست بيت ومدام. رح نحكي عن الكركم وفوائده وكيف احنا بنستهلكه بطريقة خاطئة بتفقده فوائده المثبتة علميا بأحدث الدراسات العلمية المتوثقة في كل مكان. يلا رافقونا بعد الفاصل وراجعين. مرحبا، وهينا رجعنا. واللي ما بيعرفني معك احمد سماره، وانت حاليا على قناه سماره سكيتو لايف، القناه المهووسه في كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والصيام المتقطع. وحلقتنا اليوم حلقه جديده، اكيد راح نحكي فيها بموضوع بجنن حلو قديم وجديد وحنضلنا نعيد. حنحكي عن موضوع الكركم. فالكركم بيستخدم من 5000 سنة تقريبا، من قديم الزمان، من عاداتنا وتقاليدنا، وهي عباره عن بهار هندي زي ما بنعرف كلياتنا. في تقريبا بحدود 6000 ل 10000 بحث علمي منشور في الانترنت، تقدر تشوفوه على المواقع المخصصة في البحوث العلمية عن فوائده الطبية. في كتير من شركات الأدوية بتستخدم مستخلصاته لتصنيع العلاجات، وهو موجود في بيوتنا. راح نحكي فيه اليوم حلقتنا اليوم عن 5 فوائد أو 7 فوائد للكركمين في مختلف نواحي الحياة. أكيد حنركز على الأشياء اللي لها علاقة بالمناعة ومضادة للأمراض، والأهم من هيك للي بيحضروا قناتنا أكيد عشانكم راح أحكي كيف نستخدمه بطريقة صحيحة، لأنه كلياتنا موجود في بيوتنا، لكن الاستخدام الخاطئ له بيفقده قدرته على استفادة لنا للأسف، لأنه إحنا جسمنا ما بقدر يمتصه. فخليكم لآخر الحلقة حتى تعرفوا الفوائد وكيف نستفيد منه بطريقة صحيحة. هلأ وانت رايح جايب ورقة وقلم، لا تنسى تعمل لايك، وخلينا نبلش بالتفاصيل. وللأشخاص اللي بيحبوا يقرأوا الأشياء اللي بيسمعوها وبيحبوا يوصلوا للمراجع العلمية، فأنا سهلت لكم الموضوع بإني نزلت لكم المقالة تبع موضوع اليوم على موقع الإنترنت samaraskitolife.com، وحطت لكم فيها الكتابة لكل محتوى الحلقة بالإضافة للمراجع موجودة فيها. بإمكانكم تروحوا على الرابط الموجود في الديسكريبشن تحت في الصندوق. أول هذه الفوائد اللي ممكن تحصلها من الكركم اللي هو مضاد قوي جدا للالتهابات. فيعتبر الكركم من أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية، واللي بتغلب فيها على بعض الأدوية والعقاقير. ففي دراسة عملوها على 45 شخص استخدموا قارنوا بين الكركمين والمادة الفعالة الموجودة في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج الموجودة في البروفين على التحديد، بس المادة العلمية تبعته بديش احكي اسمها، حتلاقوها مكتوبة هون. وقسموا الأشخاص لثلاث جروبات، الجروب الأول أعطوا الكركمين، الجروب الثاني أعطوا الكركمين بالإضافة زي نفترض المادة الفعالة الموجودة بالبروفين بالإضافة للمجموعة الأخرى، بس أخذوا العلاج. طبعا تغلب المجموعة الأولى اللي هي بس أخذت الكركمين على الأشخاص اللي أخذوا العلاجات التقليدية، فتخفت عندهم الألام لحد كبير، وطبعا أكيد حموا حالهم الأضرار الجانبية للعلاجات اللي هي زي الارتشاح الأمعاء الليكي جت، قرحة المعدة اللي دائما بتصير عند الأشخاص اللي بياخذوا نون ستيرويدال انفلاماتوري دراجز. وهذه الخواص العلاجية بتخلي الكركمين عبارة عن مسكن قوي جدا للآلام وفعال للآلام المزمنة زي آلام المفاصل، آلام العضلات، بالإضافة في الفايبروميلاجيا، أضف إلى ذلك الالتهابات في الأوعية الدموية. ثانيا القدرة على القضاء على الميكروبات المختلفة، فبيعد الكركمين عنده قدرة رهيبة في القضاء على مختلف أنواع الميكروبات إن كان بكتيريا أو فيروسات، بالإضافة إلى الفطريات والطفيليات. فالدراسات المختلفة اللي بتشير على قدرته على القضاء على هذه الميكروبات خلت شركات الأدوية تستثمر المزيد في دراسة قدرة الكركمين والرايزوم إكستراكت، مستخلصات هاي المادتين الفعالتين، في القضاء على البكتيريا والفيروسات وتطوير عقاقير قادرة على القضاء على هذه الميكرو أورجانيزمز أو الكائنات الحية الدقيقة. ثالثا مفيد لمرضى السكري، فيعد الكركمين من العناصر القوية جدا في تقليل مقاومة الإنسولين ومساعدة على تنظيم السكر في الدم. لكن أكيد لما بتبلش تاخد الكركمين بدك تبلش تقيس قراءات السكر عندك، لأنه ممكن بعد فترة تلاقي قراءاتك انخفضت، وخصوصا إذا أنت ملتزم بالرجيم الأفضل لعلاج مرض السكري، الرجيم الكيتوني.
فبالتالي بدك تكون حريص انك انت بتقرا سجل قراءاتك اول باول. فيعد الكركمين عنده قدره كثير عاليه على تقليل مقاومه الانسولين وبالتالي وصول السكر الى داخل الخلايا، الشيء اللي بيرفع نشاطك وبيرفع قدرتك المناعيه لانه جسمك عماله بيستفيد من الطاقه اللي عمالك بتاخذها. فاحد الدراسات التي قارنت بين الكركمين والميتفورمين اللي هو احسن علاج من علاجات السكري وانا بفضله تقريبا لمرضى السكري، وجدوا انه الكركمين بتفوق على الميتفورمين ب 400 ضعف، بينما وبالاضافه انه الكركمين ما له اضرار جانبيه الموجوده في الميتفورمين رغم انها قليله. رابعا اكيد قدره الكركم على دعم وظائف الكبد، فيعد الكركمين من الماده الفعاله الموجوده في الكركم قادره على تسريع وظائف الكبد وفي التخلص من السموم المختلفه. فيوصى عاده له للاشخاص اللي بصير عندهم الكيتوراش، فمن المعروف اللي بيلتزموا بالرجيم الكيتوني اثناء الزيد نقصان السريع في الوزن، فممكن بعض السموم الموجوده في الدهون تدخل للدم اللي الكبد اساسا ما بيعرف يتعامل معها، فبكون العلاج عشان يروح الطفح الجلدي الناتج من هذه السموم انك تاخذ الكركمين اللي بدعم وظائف الكبد، فبتتخلص من هذا الراش بمجرد انه يتخلص جسمك من هذه السموم. اضف الى ذلك انه الكركمين بحفز افراز مضادات الاكسده اللي هي الجلوتاثيون والسوبر اوكسيد دسماتيز اللي يعدوا من اهم مضادات الاكسده الموجودين في جسم الانسان. خامسا بيعزز وبيساعد من الوقايه من امراض القلب وتؤدي لتنظيف الاوعيه الدمويه بالاضافه لحمايتك من الجلطات لا قدر الله. فمن المعروف ان الكركمين بيقلل مقاومه الانسولين عندك، الاشي اللي بيقلل السكر وبالتالي بيقلل احتباس السوائل الموجود عندك في الجسم. هذا الامر اللي راح بكل بساطه راح يقلل لك الدهون الثلاثيه وراح يقلل ضغط الدم عندك. اضف الى ذلك انه لانه بيدعم وظائف الكبد بيؤدي الى تحسين وظائف القبض، فبيعدل وبنظم قراءات الكوليسترول عندك. في بعض الدراسات بتشكك في هذه المعلومة، إلا أنه عادة إذا أنت بتلتزم بالرجيم الكيتوني فأنت أساساً عمالك بتقلل السكر، الإشي اللي بيضرب معظم الدراسات. وقبل ما نروح نحكي عن كيفية استخدامه بطريقة صحيحة ومحاذير استخدامه، خلينا نحكي عن فوائده لمكافحة السمنة بالإضافة لفوائده للبشرة. فأظهرت الدراسات التي نشرت في مجلة البيو فاكتورز أنه النتائج المخبرية أظهرت على قدرة الكركم على منع نشأة وتكاثر الخلايا الدهنية. الشغلة الأخيرة اللي هي أنه بيحافظ على نضارة البشرة، فلأن الكركمين المادة الفعالة فيه مضادة للالتهابات ومليئة بمضادات الأكسدة بالإضافة لكونها قاتل للبكتيريا، فاستخدامك للكركم في الماسكات التي يمكن أن توضع على الوجه والبشرة بشكل عام تؤدي لفوائد على البشرة كبيرة جدا. فهو ممكن يخفف من آثار ومشاكل الصدفية، بالإضافة يساعد على سرعة التئام الجروح، أضف إلى ذلك فإنه بيعطي بشرة نضارة للبشرة وتألق، وده كمان بخفض التهيج الموجود في البشرة الموجود. لكن بعض الأشخاص ممكن يتحسسوا من الكركم، فدائما أي شيء بدك تحطيه على وجهك أو جلدك ما بتيجي تحطيه على كل كامل الوجه، بتحطيه على بقعة صغيرة بتشوفي هل صار حساسية أو لا على طبقة الجلد، بعد ذلك ممكن تحط جربيه على جزء من الوجه بعدين تحطيه على الوجه كامل. وهون وصلنا لآخر جزء من الحلقة، بدنا نحكي عن المحاذير وطريقة الاستخدام. فأول إشي المحاذير، إذا أخذنا جرعات عالية منه أكثر من اللي حوصيكم فيها آخر الحلقة ممكن يسبب دوخة، ممكن يسبب إسهال، ممكن يسبب فرط في إفراز المرارة وبالتالي برضو حيعمل لك إسهال. أضف إلى ذلك ممكن يؤدي لانخفاض ضغط الدم، فهو بينزل ضغط الدم لأنه بقلل مقاومة الإنسولين واحتباس السوائل بمنعه. ممكن كمان يعمل على يساعد في النزيف إذا كان أنت أوردي بتاخذ مميعات زي الأسبرين. بدك تكون حذر إذا بدك تكوني حذرة إذا كنت حامل، لأنه بيعمل على انقباض العضلات الملساء ومنها عضلات الرحم، فبدك تكوني حريصة إنك ما تأخذي إذا كنت حامل. أضف إلى ذلك إنه ممكن إذا عندك مشاكل في الكبد وبتبالغ في استخدام اللحوم ممكن يؤدي إلى رفع إنزيمات الكبد. وأخيرا ممكن يزيد من قوة الدورة الشهرية. وهون نكون وصلنا لآخر جزء بالحلقة، كيف نستخدم الكركم. اول شيء تعرفوا ان الكركم صعب جدا على جسمك يمتصه، فالبيو افيليبيليتي او قدرته الجسم البيولوجيه على الاستفاده منه ضعيفه جدا اللي بسبب وجود الكبد والامعاء. وهون بيجي دور الفلفل الاسود، فبيعمل الفلفل الاسود على ايقاف قدره الامعاء والكبد على ايقاف والطرد وايض اللي هو الكركمين، لذلك بيرتفع كمية الكركمين عندك في الدم وبالتالي برضو فترة بقائه في الدم بتصير أعلى، فمفعوله بصير أقوى. وهون بيجي فعالية أنك تضيف دائما على طبختك أو طبختك الفلفل الأسود مع الكركمين دائما.
كيف ممكن تزيد من استهلاكك من الكركمين؟ ممكن تعمل شاي الكركم، انك تحط كركم معلقه صغيره من الكركم بالاضافه لشويه حليب جوز هند بمي سخنه وتشربهم مع بعض، وهيك انت بتكون حصلت كميه منيحه من الكركمين. او بكل بساطه تضيفي الكركم على سلطتك او على طبخك المعتاد، وخلي اضافته شوي متاخره حتى ما تغلي كثير الاكل وتضيع كل الفوائد الموجوده فيه. واكيد احرص على ترش رشه ملح، فلفل اسود عفوا، اخر الموضوع. في ناس بيجيبوا الكركمين على شكل كبسولات عباره عن بودره، بتنحط في كبسولات بلاستيكيه وتتاخذ مرتين في اليوم. او انك ممكن تجيب الكركمين كمكمل غذائي بحيث انه ما تزيد الجرعه من 500 ل 1000 ملي جرام، وممكن تحطوه تاخذوه من المكملات اللي بحط لكم اياها عاده تحت في الفيديوهات اللي عندي. وبالنهايه اذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيده اكيد ما تبخل على خيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم نشره. وزي ما زهقتكم عن جد شكر من القلب، لانه 70% من البوصله لهون عمالهم بيعملوا شير للمحتوى، فبالتالي بيساعدوني اساعد غيرهم بيشاركوني الاجر والثواب اكيد. واكيد لا تبخل على حالك اكيد انه تنضم للقناه وتكبس عشارة الجرس حتى تجيك اول باول اشعارات كل ما تجيني فكره مفيده لك. تقدر تشوف محتوى الفيديو اليوم اللي طلعته على موقعي على الانترنت سمارة سبيد تو لايف في المقاله الموجوده تحت اللينك تبعها. بالاخير كمان ما تنسى تعمل لي لايك، لانه بتشجيعكم انا بستمر، واللايك تبعكم بيساعدني انتشر اكثر. وبالنهاية بدعيكم تنضموا لعائلتنا الرابعة على الفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانيت، وبتقدروا تتابعوني على يومياتي في السناب شات والانستغرام. وبتمنى لكم الخير، والله يحمينا جميعا على اللي بصير في هالعالم، وبشوفكم على خير وبأمان الله. مع السلامة، استودعتكم الله.